بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا فيديو جديد النهاردة، ازاي تخطى FRB لهواتف ريلمي. طبعا التجربة على تليفون ريلمي سي 3 الاندرويد بتاع اندرويد 10. الطريقة دي تنفع مع اندرويد 10 في متاح، ما جربتهاش على اندرويد 11، فانت لو جربتها قول لنا في التعليقات النظام كان ماشي معاك ازاي وتمت العملية بنجاح ولا لا. طبعا الخطوات اللي كنا بنعملها الاول عشان نتخطى في هواتف ريلمي، لما كنا بنخش على الامرجنس او الطوارئ، مكالمات الطوارئ، ونضغط اللي هو نجمة شباك 813 شباك او النجمة شباك 812 شباك، ما بقتش شغال دلوقتي. فالطريقه ديت جديده ان شاء الله وتعمل مع كل الهواتف ان شاء الله في اندرويد 10 وانت تحت. معرفش بقى اندرويد 11 وفيما فوق هيشتغل تمام ولا لا. وخلينا ننتقل دلوقتي للشرح. اول حاجه هنخش نقول له نيكست عشان نشوف اذا كان طالب معانا ولا لا. هنربط على شبكه الواي فاي، هتدخل شبكه الواي فاي بتاعك او الفور جي، وبعد كده تقول له نيكست عشان نشوف هيطلب معانا الحساب الجيميل اللي كان عليه ولا لا. هنقول له هنا دونت، هنقول له هنا كانسل. زي ما احنا شايفين مفيش خيار تخطي، وزي ما احنا شايفين طالب مني الايميل اللي كان على الجهاز. هرجع للاخر خالص. طبعا زي ما قلت لك الخيارات بتاعت الامرجنسي كول او المكالمات الطوارئ مش شغاله. هنا اختار اليونايتد ستيت، اختار هنا يونايتد ستيت في اللغه، وبعد كده اقول له نيكست. هنا اقول له اضافه شبكه، وبعد كده اجي على خيار المايك من هنا اضغط عليه ضغطه واقول له الخيار اللي تحت، وارجع تاني اضغط تاني اللي هو عدم السماح يعني. تاني اضغط حوالي 3 4 مرات لحد ما تظهر معايا الخيار اللي ظهر قدامي ده، وبعد كده اضغط على اللاو او سماح. هروح هنا على بيرميسيون، وبعد كده اروح على خيار البحث من فوق واضغط عليه. هكتب كلمه سيتنج، بعد ما يظهر معايا الخيارات دي هنزل لتحت شويه لحد ما ابحث عن خيار اللي هو باك اب ماي داتا. انزل لتحت لحد ما ابحث عن خيار باك اب ماي داتا، بعد كده اضغط عليه. بعد كده اقول له اريز اول داتا او حذف كل البيانات، اريز اول داتا، واضغط هنا برضو على الخيار ده نفس الخيار مرتين اتنين. التليفون هيعمل معايا اعاده تشغيل وهيعمل فورمات. وكده احنا تخطينا الاف ار بي بكل سهوله، بثغره جديده سهله سريعه. طبعا انت هتنتظر هنا، ما تبصش ان الفيديو هيفتح معاك بسرعه، لان انا عامل يعني تسريع للفيديو، هو هيقعد معاك في حدود 5 دقائق. هتتخطى وتعمل نيكست نيكست للاعدادات العاديه اللي هي بعد الفورمات. طبعا كلنا عارفين الكلام ده لحد ما التليفون هيفتح معاك ان شاء الله. زي ما نشوف دلوقتي هتيجي هنا وتقول له ليتر، وبرده تضغط هنا على ليتر، بعد كده تقول له نيكست، بعد كده هنا برده تضغط عليه هنا، وبعدين تستنى هيفتح معاك التليفون على طول. هتيجي بس تقول له هنا جيت ستارتد. لو ما فتحش معاك من اول مره هتضغط عليها كمان مره وتقول له جيت ستارت. زي ما احنا شايفين فتح معايا التليفون بدون اي مشاكل. لو دخلنا على التطبيقات ورحنا الاعدادات التليفون فتح معايا تمام وكله تمام. ده كده كان شرح النهارده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بفيديوهاتنا الجديده. كان معاكم مجدي منظور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.